بعنوان كتاب من داريوس إلى خامنئي: إيران الأمة والدولة، كيف تشكلت دولة وأمة. والكتاب استناد إلى مراجع كثيرة، مراجع ربما تبلغ العشرات وقد تبلغ المئات، مراجع من الإعلام المفتوح ومراجع حتى من الشبكة العنكبوتية ومراجع من قراءاتي الذاتية. أنا أشعر أن هناك ثمة نقص كبير في المعلومات لدى العالم العربي ولدى كثير حتى من المثقفين العرب حول إيران وتاريخها ومدى الروابط التاريخية بين الشعبين. الكتاب ربما يهدف إلى التعريف بإيران تاريخا وشعبا وحضارة وما هو الدور الإيراني. نحتفل بصدور هذا الكتاب من اتحاد الكتاب العرب لكي نؤكد، يعني لكي نقدم رسالتين إذا سمحت لي. الرسالة الأولى يعني تتعلق بالضرورة التي يجب أن يعني ينجزها اتحاد الكتاب العرب فيما يتعلق بالكلمة الممجدة للحق والخير والجمال، والرسالة الأخرى لأعداء سوريا الذين كانوا يراهنون على هزيمة سوريا في مواجهة أعدائها. طالب بلش بالكتاب من حوالي 11 سنة، وبشكل عام هو أغلب وقته قراءة وكتابة، فساعدنا قدر الإمكان وكان شيء حلو كتير إنه يبدأ بطباعة الكتب اللي كتبها من فترة طويلة. الدكتور طالب اختص لفترة معينة بالشأن الإيراني والشأن الروسي، فكان عنده كل شيء موثق، كل شيء ومرتب يعني بطريقة بجد حرفية. كنا نتشارك يعني أحياناً بشغلات كتير بسيطة لأن كتب هو من الواقع.